أنا نص الدنيا، أنا اللي موجودة في كل مكان حواليك، أنا الأم والأخت والابنة، أنا الضعف أنا القوة، حواء وجودك سند ليها، أنت اللي بتقويها، وأنت اللي معاك بتكمل كل الدنيا. عشان كده هنتكلم عن كل حاجة بتهم آدم وحواء في أنا حواء. أنا حواء تشاهدونه في الأوقات التالية على شاشة المحور.